السلام عليكم حبايبنا، يا رب يسعد ليكم. اليوم رجعت لكم باليوم الرابع من ايام المعرض الدولي بولايه تسمية تركيا لحتى اعطيكم هيك شوي فكره عن الشيء اللي عم يصير. لليوم الرابع مثل ما بتعرفوا لسه ممتد الحفل ل 12 ايلول بينتهي. طبعا اليوم في مطربه مثل اليسا من عندنا في الدول العربيه، مشاهدات على يوتيوب بمئات الملايين، 100 مليون 80 مليون 130 مليون مشاهدات عاليه جدا، اسمها توبا يورت. ممكن تشوفوها على اليوتيوب او على جوجل توبا يورت. طبعا المطربه هي مثل عندهم اليسا، كون عند الدول العربيه بحبوا اليسا ومن في عندهم المطربه كون بحبوها كثير. فخليكم معنا حتى نشوف مين هي توبا يورت، وهيك نصور لكم كم لقطه. اليوم معي انديرو هاني جايبهم. طبعا احنا اول يوم المعرض جبت الاولاد كلياتهم، بعدين صرت اصور الفلوج الاول الثاني الثالث. اليوم جينا انا وقلبه وهاني لحتى يا اخي نسوي جوله سريعه على الشيء اللي عم يصير لليوم. فخليكم معي، اذا ما كنتم مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس واكتبوا لنا بالتعليقات. في كثير من الدول العربيه عم يبعثوا لي على الواتساب على الخاص، طبعا الواتساب رقم الواتساب تبعي موجود باللمحه في اليوتيوب. في كثير على يوسف من العراق من الجزائر عم بعثوا لي، فاكتبوا لي انتم علقوا لي باليوتيوب، لا تبعثوا لي على الواتساب. هذا الشيء اللي عم يصير خطا انه العرب كلها عم تبعث لي على الواتساب، نحن نبعث لي على الواتساب اذا كان في شيء اعلانات، يعني حدا بده يسوي اعلان على قناتنا مدار فاميلي ممكن توصلوا معي عن طريق الواتساب او عن طريق الايميل. فخليكم معنا الفيديو. طبعا هون في فيشه مثل ما تكون شايفين، ممكن تجوا. طبعا اللعبه هون ضمن اقسام الاجهزه الكهربائيه، كل جوتون يعني كل قطعه حديديه ب10. وفي هون كمان الغرفه ثلاثيه الابعاد، يعني بتحطوا نظاره ثلاثيه الابعاد بتنقي فيلم وبتدخل وهي بتنهز كانه انت عم تطير بالفضاء. يعني شخصين في جيتون يعني حديدتين. وهون في العاب كرة سلة، يعني اذا حدا بده يلعب بالسلة بيختار هاي العاب الكهربائية. وفي هاي الطاولة كمان الهوائية او الكرة الهوائية مثل ما بسموها هاي اللعبة. وفي عنا هون الدراجات الهوائية او السيارات الكهربائية، عفوا قيادة سيارة. في لعبة قتال الوحوش، طبعا ألعاب كثيرة، كل لعبة ب10 ليرات تركي يعني بحدود النص يورو. هاي قطار إذا طلعنا لبرا رح يكون الألعاب الكبيرة. طبعا اللعبة هو بالنسبة لبيليتا ب20 ليرة. طبعا الزحمة شيء مو طبيعي، زحمة كثير كبيرة. خليني هيك أسوي لكم جولة سريعة. طبعا هذا المقص لعبة كثير صعبة، التسونامي لسه على الأخطر. والمطعم لسه على أصعب كثير، هذا إذا ما غلبان معدة بالمطعم مستحيل تطلع فيه، لأنه غلبان المعدة بتصير يا ويلي كثير صعبة. وهي جماعة المقص، الله بدي هيك أصوركم كم لقطة من المقص كمان. طبعا شايفين أنتوا الدور. طبعا هي الاحزمه بتكون هيدروليك، يعني الله بتشوفوا الصياح وين بده يوصل. طبعا في سفينه كمان الله باخذكم عليها، بس اصعب لعبه الله باخذكم عليها. انا ما يعني طلعت بالكل، انا ما عرفت لعبه هون كلها طلعنا فيهم. اصعب شيء المقص بتكون بشعه. طبعا في منهم بيدوخوا، طبعا معه دوخه صعب يطلع معي. رقم واحد بتكون تسونامي صعوبته. وفي عندنا هي المدوره الله في الصحن الدائري، الله بورجيكم شلون بشتغل. انا اعتبر انه الصحن الدائري هي من اصعب الشيء. ليش؟ لانه لما تطلع لفوق بصير بتقلب راس الانسان لتحت هيك شغله 10 ثواني، بتحس انه الدم راح يطلع من عيونك، كثير صعبه.
بينما السونامي عم تدور فيك فقط. هذا ده ينزل بطل لسه ما طلع، ضغط الحزام على صدره فصعب اكمل، ما احسن يكمل. يعني الهيدروليك ما اعطى اشاره اخضر مثل ما تكون شايفين، الاشارات هاي ما لازم تشتغل اللعبه لانه فيها خطوره كثير، لا سمح الله اذا حدا طب يعني موت محتم. بقولوا تسونامي اشتغلت. طبعا هاي القلابه هاي عائليه، هاي للطول العائله اللي ما عنده يعني خوف عنده كثير، فبطلع بهي بتشوف هيك كل ولايه ازمير مبين عليكم. بلش مقص طبعا لقدام لورا مرتين ثلاثة، بتبلش بعدين تقلب كلياتها راسا على عقب. شوي شوي الله صوت لسه ما بلشت، الله شوي شوي طبعا الصحن دور في مشكله، طلع الزلمه لفوق ما يكون شايفين عم بصلح فيها. بلشت السرعه بلش الصياحه. وصلوا افقي عمودي ببلش الرعب، هاي لسه على مستوى افقي. حركتين ثانيات بتصير افقية عمودية. بطلع الصوت وبنقطع. حركتين تاليات خلصت. شايفين المفروض يقلبوا. واحدة ثانية خلصي. صار توازي. البيت. ونزول بسرعة. خلينا نكمل. طبعا البليت 30 ليرة. سونامي عفوا 30، بقيت البليتات ب 20 ليرة. طبعا في قطار الموت بس هذا ما كثير عار، يعني في عندنا السفينة وليست الأسوأ. يعني في صياح بالسفينة بس انه اخف كثير بالدرجة الثالثة، يعني المقص بيجي اصعب من هيك. طبعا هي اصعب لعبه بالنسبه لالي باعتبار مجرب الكل، هي بتكون اصعب لعبه. شايفين على سرعه السونامي، بس السونامي من سرعة ما بتحسه بال يعني غمض عينك خلص العالم بتفتل فيك قبل ما ينتهي الوقت، بينما هي كثير صعبة بتلف يمين شمال راس على رجلين. هذا
اللوم هيك الله نشوف الهلو تبعكم وين يطلع صوته. في مشكلة فنية مثل ما انتم شايفين. خليني هيك ناخذ لقطة من السفينة وين صارت العالم قبل ما تشتغل هاي. تعال كنغر. طبعا هدول من 18 وفوق الاعمار. هاي قلبه طلع فيها كثير هو وهاني. شايفين الزحمة مو طبيعي وكل الأجناس موجودة هون، يعني سواء كانوا من دول عربية أو كانوا أتراك أو حتى من دول أجنبية ضمن الفعاليات الصايرة كله جاي لهون. اللعبة تركوا عليها اشتغلت والصياح لسه ما بلشت اللعبة، بلشت الأصوات. خليكم ايه معي الصحن الدوار جلاندايزر إذا تذكر، هم بتدور هم تقلب الواحد. هي من ابشع الالعاب، يعني حتى تسونامي اغلى منه واصعب الناس بتقول، بس لا بالنسبه عندها هي ابشع شيء. هي اصعب شيء. راسك عبدوه ما اعتقد بتقلب بتاع كله يعني. لعبة كثير صعبة عن جد، الله يعينهم ويساعدهم. خليني هيك اعمل لكم زوم عند السونامي كمان. البيرو صعب عليك روعي قلبه. تعال عند غوريلا، تعال عند غوريلا، تعال نحكي مع الغوريلا شوي. طبعا الغوريلا على الكهرباء، يعني كثير على بقول ما جيت حسيتها حقيقي. الله عم بنزلوا بالسونامي. خلينا اصور لكم الغوريلا. طبعا الغوريلا بكل الملاهي موجوده بالعالم هو نفسه. في هون كمان قسم الرعب، طبعا في اشكال كثير حلوه بتخوف، هي اللي بتدخل اول مره بيخاف يعني. خلينا ندخل على الغوريلا. شايفين هذا فوق عم بتحرك هيك. طبعا العربية كل شخصين، مثلا كان معكم واحد صغير كمان ب 20 ليرة. عبارة عن ثلاث طوابق جوا في أشكال وألوان، تقطيع روز، أجساد، تشريح، كله موجود جوا. كثير حلو. شايفين أنتم الزحمة عليه، كل الناس حابة تدخل وتعمل تجربة هون. الغوريلا مو شغال، يمكن هلا بيشتغل لحاله أوتوماتيكية، بس يدخل عالم. خليني آخذكم هيك السونامي كمان. أنا بحب هيك أوقف تحته. عم تسكر الابواب حتى تبدا الانطلاقه. طبعا السونامي بتكون هي اغلى الالعاب الموجوده بين كل الالعاب لانه فيها خطوره ولانه تكلفتها عاليه. كمان الاحزمه تبعتها هيدروليك، بالنسبه للالعاب الصعبه بتكون الاحزمه تبعتها كلها هيدروليك. يا جماعة الساكنين بإزميل ايش عم بتستنوا لله؟ شيلوا اولادكم، اعملوا حالكم، تعالوا لهون.
انا اولادي عصاري ملوا قسما بالله، بقول له نمشي خلينا نروح على الملاهي، لا ما عاد بدنا، ملوا قد ما رايحين جايين هون. أصدقائي الله يخليك، طلعنا من المعرض خلصنا مشوارنا، إن شاء الله يكون الفيديو صحيح، كان قصير شوي بس هيك كمان أعطيتكم ولو فكرة ببساطة. الله جيت بدي آخذ فيهم محل سوري اسمه محل سندبات بولاية إزمير كثير معروف، بدي آخذ فروجة مشوية وأطلع على البيت نتعشى ونحط راسنا وننام. طبعا هو المحل عندنا سندبات مثل ما أنتم شايفين، الفروج على النار تازة، طبعا الشباب جهز لنا إياها. طبعا مطعم فيه هون كل شيء، وجبات شاورما كله موجود هون. البير وين اللي بدك اياه؟ ثاني وحده حبايبي، مثل ما قلت لكم والله نحن بمطعم السندبات. طبعا في هون مثل ما قلت لكم اكل، خليش هيك اقول لكم الكاميرا على الشباب اني احكوا لكم. السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه. حط الميكروفون عندك. عليكم السلام، يا هلا اهلا وسهلا. هلا شاورما في عندنا، شاورما بالشام حلب كذا تويش في عراقيه؟ لا نحن شاورمتنا شام والله، شاميه. نعم تبله شاميه وكل شيء يا اخي، هي بهارات بتختلف طبعا. طبعا شيء اكيد. صار لنا هون تقريبا هاي 10 سنين. 10 سنين اها. طيب ناخذ معكم نجرب اول مره، صار لي 10 سنين في ازمير بس اول مره ناخذ. ايه اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله بترجع لنا على طول، ان شاء الله بتصير من زبايننا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا في هون اكلات كمان، طبعا في فلافل، فول، حمص، فته، في عندك طبق جوا شرقي. اها. لا نحن نضل الساعة 1:30 2 حسب مبدأ الشغل يعني حاليا في الصيف. بدنا ناخذ الله يعطيك العافية أول شيء، شكرا كثير. بدنا ناخذ نوم مثل ما قلت لكم فروجة مشوية ونجرب. هو في مناسف كمان، هذا في هون في مناسف يمني بيختلف عنا ما هيك؟ كان مختلف صح ولا شباب؟ برياني عندنا رز أبيض. يسير رمضان فاميلي. ايوه محتوى ترفيهي. اصدقائي الله يكبر، بعد ما اخذنا فروجه جينا على محل حلويات معروف هون، محل سلوره، ناخذ شويه حلو كمان بعدين نطلع على البيت. الله يعطيك العافيه. هاي ايش اسمها؟ هاي صورت الست. طبعا في هون كنافه، الساعه تازه. طالعه هي كنافه تازه ما طالعه؟ ايه تازه.
هذا لسه مبين ما مقطوش من شيء. معجوقة حلاوة الجبن كله موجود عندهم طبعا كثير طيب. حطوا معه شوية سمن عربي فطلع النكهة كثير طيبة.